نستمر مشاهدينا الكرام، هكذا يسير شوطنا الرابع عشر في تعداد اشواطي هذا اليوم الخاص بمنافسة الابكار اللقاية المهجنات الاصايل. نسير نحو مقدمة هذا الشوط والى المركز الاول على الصدارة. هذه الظبي سعيد بن حمد بن مصلح من جمهور الأحبابية تقدم ليقدم لنا الظبي اللي تاخذ من وصوف الظبا في مقدمة هذا الشوط والبداية الأولى، بينما نقلتنا على المركز الثاني. وفي المركز الثاني هذه مودة عابر بن خلفان بن محمد الهاملي مع ثاني المراكز، بينما النغلة إلى المركز الثالث، وهذه انتباه خليفة بسعيد بن غفان اليابري، بينما في المركز الرابع. وفي المركز الرابع بنلقى جلمود ناصر بن علي بن عبد الله الراسبي وخامس المراكز. في المركز الخامس هذه هي تصريح محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، يقدم لنا تصريح على مستوى المركز الخامس وسادس المراكز. دخول الان من قبل متعبه خليل بن سيب بن احمد بن خريده السبوسي وسابع المراكز. هذه مجره بشعار محمد بن خليفه بن قحيد مهيري وثامن المراكز. في المركز الثامن هدو احمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان وتاسع المراكز. في المركز التاسع هناك ايضا السياد عبد العزيز بن حمود بن ياسر اليحافي وعاشر المراكز، تتقدم في لطامه تميم بن خلفان بضاحي المهيري. هذه متابعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء نتيجتنا للعشر المراكز الاولى المذاعه التي تسير في ناموس هذا الشوط. وعوده من جديد الى المقدمه الى الظبي. الظبي 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 مع راعي معتاد. الله يا ابو هادي يا راعي الشايبه يا راعي الكثير من الاسماء الغويه، يقدم لنا الظبي على المقدمه وعلى المركز الاول في هذه اللحظات. المركز الثاني هنا لطامه تميم بن خلفان بن ضاحي المهيري يتقدم على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث القدوم على المركز الثالث من قبل اللي هي ايضا الان تتقدم متابعينا الكرام اللي هي مودة عابر بن خلفان بن محمد الهاملي على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع نراقب من الجانب الاخر تتقدم متابعينا الكرام اللي هي جماله سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، بينما في المركز الخامس هذه جرة محمد بن خليفة بن قحيد المهيري يتقدم على المركز الخامس. ولكن عودة إلى شاعرنا الغدير، عودوه إلى الظبي 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 اللي على الصدارة. سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي اللي شاهدنا له مشاركة قوية في سن الكبار في الأسبوع الماضي، قدم لنا الشايبة ونطالبك ويطالبونك جماهير هذا الشعار يا ابو هادي بان الشايبه تترفع في شوط السيوف من خلال سيطرتها بالانجازات القويه اللي رصيدها من الكثير من السيارات ومن ايضا الانجازات الحافله. نتمنى لك التوفيق. هذه المركز الثاني تتقدم الان جماله سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، يقدم لنا جماله في مستوى المركز الثاني والمركز الثالث. هذه حشمه محشيمه، نعم محمد بن سعيد بن حزيم الفلاسي وبن قحيد غادم. بن قحيد يقدم متابعين الكرام مجرة محمد بن خليفة بن قحيد المهيري. والمركز الخامس اللي وصلت كيف الآن محمد بن خليفة بن قحيد المهيري كذلك مقدم هذه الأسماء، ولكن عودوا
الله إلى شاعرنا الغدير. عودة مشاهدين الأعزاء إلى الظبي، والظبي بدأت هنا تسير نحو المقدمة إلى الفوز وإلى الانتصار من خلال سرعته والمخزون الاحتياطي مع الأمتار الأخيرة. الله سلام 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 يا سعيد يا بن حمد يا بن مصلح يا الأحبابي اللي يقدم لنا الظبي على الصدارة الأولى. ومثل ما قال أحضر لتحفة ميادين السباق لفحلها وامها لا أيضا لماضي سبوق. الله 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 الأبيات ما تحضرنا يا أبو هادي، نعطي جزء من خلال هذه المنافسة الغوية. سلام لأهل زعبيل، سلام لأهل زعبيل، سلام لأهل الفقع، سلام لأهل الفقع، سلام. مشكور يا أبو هادي، نتمنى لك التوفيق دائما يا صديقي في كل المشاركات والإنجازات الغوية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المركز الثاني. متابعين الأعزاء اللي وصلت أيضا الآن، هذه غلا محمد بن مانع بن قتام المركز الثالث، جمال سالم سعيد بن قاسم المركز الرابع، وصل في أيضا بن حزيم المركز الخامس، وصل بن قحيد. هذه هي النتيجة مشاهدين الأعزاء للخمسة المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني، سمعنا يا علي بشرتنا شوي بأن الظبي سجلته التوقيت الأفضل يتسجل تحت أقدام الظبي، 6 دقائق بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس لسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي على فوز الظبي وتألق الظبي بناموس هذا الشوط بالتحطيم الرقم القياسي لتهدي أهالي منطقة زعبيل هذا الفوز وأهالي منطقة الفقع كذلك وين ما يسكن أبو هادي. فتهانينا والناموس لجميع الفائزين.